عندما نتحدث عن الإمارات احنا نتحدث عن الشيخ زايد بن نهيان والشيخ راشد المكي، يتكلموا عن رجل اسمه الشيخ زايد. كلنا عارفين أياديه البيضاء على الأمة العربية وعلى العالم التالت، لكن الأهم من كل ده أنا في رأيي يوم أن كانت المواجهة بالدم وبالنار على خط النار، كان هو أول من بادر بقطع البترول عن كل الدول المتعاونة مع إسرائيل، وقال جملته الخالدة: الدم العربي ليس أغلى من البترول العربي. هذا الرجل قد تعلم منه السيد خلف حطور، تعلم منه الحكمة، وتعلم من السيد راشد المكتوم التحدي، فنتج عنه السيد خلف الحطور. عشان كده أنا لما السيد خلف الحطور طلب يشوفني أنا كنت سعيد جدا، كنت سامع عنه لكن ما كنتش شرفت بيه، لكن كنت عارف عنه حاجات كتير. ولما اتكلم عن أحلامه في إن هو نفسه في أفلام كبيرة ونفسه حضارتنا العربية ونفسه نغير الصورة النمطية السائدة عننا كعرب قدام العالم كله، ونفسه يصحح المفاهيم. ممكن لو سمحت، ممكن لو سمحت. أنا كنت سعيد جدا لأني عارف لو حط إيده في الحكاية دي هينجزها. الصورة بتاعتنا في الخارج كلنا عارفين إن إحنا متهمين بالإرهاب، ومتهمين إن إحنا بننتمي لمنظومة قيم عنيفة، إلى آخر الكلام ده كله. هذا الرجل قال على نفسه إنه يحاول أن يصحح هذه الصورة. ما هياش عليه لوحده، هو هيحاول، بس لازم كل المبدعين اللي موجودين دول واللي مش موجودين يساعدوه في إن إحنا نصلح صورتنا ونصدر الوجه الحضاري للعرب والوجه السمح لإسلامنا الحنيف. بإذن الله مجموعة المبدعين المصريين مع السيد خلف يقدروا يعملوا الحلم اللي احنا بنحلم بيه ده، ان احنا نقدم افلام تهذب الوجدان بجد، ترتقي بالحس الانساني، وتصحح صورتنا في الخارج. اعتقد ان دي مهمة جليلة اطلع بها السيد خلف، ونرجو له التوفيق مع كل نجومنا وكل مبدعينا الكبار اللي انا شايفه. انا جالي ملحوظة هنا من السيد سكرتير وزير الثقافة إن السيد وزير الثقافة حاضرا بناء على تكليف وتفويض من السيد رئيس الوزراء بالحضور. قالوا لي كنت لازم تقول كده، وأنا كنتش عارف إن أنا لازم أقول كده، فبروتوكوليا يعني بعتذر. وطبعا أنا في ناس كتير وكوكبة كبيرة، دكتور حسام بدراوي وسيادة الوزير اللي عزتنا أيام ما كان وزير مالية أحمد جلال، بيحب الفن قوي وساعدنا قوي لما كان وزير ماليه، الدكتور عبد اللطيف مستشار السيد الرئيس الاقتصادي، في كتير من اللي قاعدين. انا اسف ان انا في ناس ممكن اكون عيني ما جاتش عليهم فما اتكلمتش عنهم، لكن برحب بكل الحضور.